معاكم في فلاش باك. حاليا وصلنا بكم للمواهب الليبية. طبعا في الفترة الأخيرة وخاصة آخر كم سنة قعدوا الليبيين بجديات تطلع منهم مواهب في جميع المجالات، سواء غناء، سواء تمثيل، سواء حاجات واجد في حياتهم الشخصية، رقص كذا كذا كذا. في الحلقة اليوم إن شاء الله حنمشوا بكم لزوز من الشباب الليبيين يعزفوا على الجيتار، وعزفهم بجديات بالنسبة لي أنا جميل جدا وخرافي وحلو بزيادة. نمشوا على طول نشوفوا تقرير صغنطوطي ونشوفوا هالموهبة الجميلة مع هالشابين ونرجعوا لفلاش باك. Thank you.